رحت بعد كده النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى ايه تقلبات كانت بتحصل فيه الكلام ده 70 71. كانت الكوره واقفه عشان كانت حرب 67، وقبل 73 كان لسه ممكن يعني كان بقى في دوري الناشئين نلعب شويه نستنى مش عارف ايه. فرحت اول تقسيمه ليا كان كابتن مصطفى حسين اتمرنا حوالي الساعه 3 العصر وخلصنا حوالي الساعه 5. فجم قالوا له الفريق الاول كان الكابتن ابو غيده والكابتن الشربيني وكابتن احمد ماهر والكابتن حسن حمدي كابتن طه اسماعيل قبل ما يبطل، كل النجوم دي كانت موجوده. فقالوا له احنا كابتن مصطفى عاوزين لعيبه من عندك نكمل بيها التقسيمه او تكون قاعده معانا عشان لو حصل اي حاجه يعني. فالكابتن مصطفى حسين قال لي ما تروحش، انا خلصت التمرين وخدت الشنطه وطلعت قعدت في المدرج واتفرج على التقسيمه. ملعب فيه 20,000 متفرج. انا كل ده قاعد زي ما اكون في حلم في النادي الاهلي. قعدت في المدرج وكل ده اقدار، وفعلا يقول لك الرزق فين بتاع ربنا. طبعا. فلقيت الكابتن مصطفى حسين قبل ما يبداوا التقسيمه بحوالي ربع ساعه، قال لي انزل ايه اتفقت مش عارف ايه. قلت له ايه يا كابتن؟ من هو قاعد هنا اهو. قال لي لا انزل خش. كان الكابتن همامي هو اللي ماسك الفرقه. فدخلت على الكابتن همامي قال لي ايه يلا البس، واداني رقم 17. لذلك انا قررت بعد كده البس سبعه، لان السبعه دي وشي فل عليها كويس يعني. فقال لي اقلع يلا هتلعب. كان الكابتن حسن جبر هو اللي هيلعب في الحته دي. وانا ما كنتش بلعب في الحته في الـ في الـ في, الـ في الوينج ليفت. فالكابتن حسن جبر ما جاش، فقام مدينا فهنا قال لي هتلعب في الوينج ليفت. طبعا لا هقول لا ولا هقول اي حاجه، انا بلعب مع ايه؟ مع نجوم وشايف جماهير النادي الاهلي دي. وبالليل والله العظيم سيف حلم فعلا. فنزلت اول 10 دقائق من التقسيمه الكره ما بتجيليش، وانا عمال اجري رايح وراجع جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، لحد ما في كره اتلعبت لعبها لي مشير عثمان، مشير لعبها لي من الرايت للليفت. فعاوز اوقف الكره بشمالي واخدها على جوه، فالارض منديه بالليل فرجليا اتزحلقت، فرجليا اتفتحت، فالكره تقوم جايه على وش رجليا اليمين وتقف، كابتن ابو غيده يكمل بره. عشان كده انا بقول لك انا ليا مع الكابتن صالح كذا محطه فرقت معايا في حياتي، ان كابتن صالح ده اللي ما تعاملش مع كابتن صالح سليم ما تعاملش مع اي حد تاني في النادي الاهلي. فالكره وقفت على وش رجليا، كل ده بالصدفه، وقفت على وش رجليا اليمين، قمت واخدها وداخل على جوه وشايط جت في القائم وطلعت. الجمهور قاعد يهيص ويضحك وبتاع كده. مين اللي بيتفرج على التقسيمه دي واقف بره ده على مدرج جنب المقصوره؟ كابتن صالح سليم. لقيت كابتن صالح سليم بيعمل لي كده. فصالح حسين قال لي اطلع كلم الكابتن صالح. فلفيت وطلعت للكابتن صالح. كابتن صالح كان ليه بصه كده لما بيبقى زعلان من حاجه تلاقيه يكشر تكشيره جامده قوي. قلت له نعم يا كابتن. قال لي اللي انت عملته ده مع الكابتن فؤاد ابو غيده ده تعمله في الشارع، ما تعملش هنا في النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي الكبير لازم يحترم الصغير، والصغير لازم يحترم الكبير زي ما الكبير بيحترمه. لا مش عاجبك كلامي الباب اهو يفوت الجمل. نفس اللفظ كده. انا كل ده سامع في وش مش انا مش مركز، انا كل ده في حلم. فقلت له حاضر يا كابتن خلاص. فبلف عشان امشي قال لي لسه ما كملتش كلامي. قلت له نعم يا كابتن. قال لي هتنزل تكمل التقسيمه ولا هتبقى هتنزل تعمل لي زي البنات في الملعب وبتاع ومجرد انت تقمصت مش تقمصت؟ لا. قال لي هتأدي كويس؟ قلت له هأدي كويس. ودي كانت بدايتي مع في النادي الاهلي وبدايتي مع الدرجه الاولى، وانا كنت لسه ما بداتش مع الناشئين حتى. بعد ما خلصت التقسيمه دي عملت تقسيمه كويسه قوي وجبت فيها جولين. يعني كان ربنا موفقني قوي في التقسيمه دي، اعمل اي حاجه ماشيه، ما هو ربك بقى لما بيعوز بيدي. صح. خلصت التقسيمه ديت ودخلت اخدت الشاور بتاعي، وانا طالع من غرفه الملابس لقيت الكابتن صالح حسين بيقول لي انت فين؟ مش عارف ايه؟ الكابتن صالح عايزك. قلت له الله، هو النهارده يوم الكابتن صالح ولا ايه؟ قال لي كابتن صالح في وقت الكوره خلص يلا عشان تروح له بتاع. المهم خلصت وبتاع، فباجي اخد الشنطه الكابتن صالح قال لا سيبها دلوقتي سيبها. خرجت مع الكابتن صالح، وانا خارج من غرفه الملابس انا والكابتن صالح، احنا في المبنى الاجتماعي الثاني ما كانش حد يجرؤ من اللعيبه انه يروح، ولا الجنينه الثانيه كان في صاله راتب والجنينه الثانيه هنقعد فيها، انما اللاعبين ممنوعين يروحوا الجنب الثاني. فالمهم الكابتن صالح قام واخدني وخرج بيا من غرفه ما بيتكلمش، وقام حط ايده على كتفي
وفضل ماشي يا سيف من عند اوضه الكوره، انت طبعا عارف السكه طبعا، لحد المبنى الاجتماعي اللي في الجنب الثاني اللي على النيل. ما بتكلمش والناس عماله تسلم عليه ومش عارف ايه، وانا ماشي صالح سليم حاط ايده على كتفي. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ يا ترى هو كان صالح سليم واخدني عشان يخرجني من الباب اللي هناك؟ طب شنطتي اللي هنا؟ لحد ما دخلنا وطلعنا على التراس اللي فوق، نزلت لقيت الكابتن مصطفى حسين مستنيين تحت. فالكابتن مصطفى حسين قال لي ما تمشيش تعالى معايا. قلت له ايه يا جماعه في ايه؟ فالمهم خرجت مع الكابتن مصطفى حسين، رحنا لحد المبنى الثاني، فلقيت خدني للخزنه، فبيقول للحاج حلمي عبد الرازق الله يرحمه، قال له الكابتن صالح بيقول لك اعمل له مكافاه. عمل لي مكافاه، كانت مكافاه كبيره قوي في الوقت ده. خلصت ورحت وجيت وبتاع، انا اتاخرت في البيت. فالوالد، انا لما اتاخر ايه لي؟ هو الوالد والوالده الله يرحمهم محسن، يوم الاثنين كانوا يحبوني قوي، مش يعني مش عن اخواتي، لا يعني كان ليا معزه يعني. قال لي ايه اللي اخرك؟ فحكيت له قصه. قال لي لا 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 لا، انت بقى تقعد بكره تستناني لحد ما اجي اخلص الشغل واجي لك عشان اعرف القصه دي فيها ايه. فحكيت له القصه كلها بالكامل، كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لي يا ابني خلي بالك، النادي الاهلي ده نادي وصايته وبتاع. قلت له لا لا لا، انا هروح النادي الاهلي وهلعب في النادي الاهلي. قال لي روح ربنا يوفقك. رحت لعبنا الناشئين وبتاع والكلام ده كله، انا بختصر لك الكلام ده كله. لعبنا الناشئين وبتاع تحت 21 سنه، مع كان زيزو صفات عبد الحليم وفتحي مبروك ومصطفى يونس، وكان الدكتور حسام البدراوي ويحيى بهجت وبدر توفيق وعبد الله. كان مجموعه كبيره قوي. كان في بيلعب اساسي في الفرقه دي كان جلال عبد الرازق. المهم قالوا لي في تمرينات مع الفريق الاول عشان هتسافروا ليبيا. سافر ليبيا ايه؟ انا لسه ما لعبتش مع الفريق اللي 20 سنه. المهم سافرت ليبيا، وكان ماسك منتخب ليبيا في الوقت ده هناك كابتن محمد عبد الصالح الوحش، كان بيلعب الكابتن عصام عبد المنعم والكابتن عادل طعيمه في ليبيا. فلعبنا ماتش في طرابلس وماتش في بنغازي. كابتن عبد الصالح هو اللي ماسك منتخب. فانا رايح معاهم احتياطي تكمله عدد. فقاعد في الماتش الاولاني في طرابلس ضد اهلي طرابلس، ف اخر 10 دقايق لقيت الكابتن ميمي عبد الحميد ربنا يديله الصحه بيقول لي يلا قوم سخن. كان معانا الكابتن احمد مكاوي، كابتن مراد نديم، والدكتور نادي السويله. كنا مغلوبين 1-0. نزلت عملت جول التعادل وعملت كره كويسه وبتاع، وخلص الماتش 1-1. فكابتن احمد مكاوي قال لي برافو عليك ومش عارف ايه، خلي بالك انا كنت بلعب اول ما جيت راس حربه. بقى مره لعبوني في الليفت، مره لعبوني في الرايت. فالمهم خلصنا الماتش الاولاني، ولقيت الكابتن عبد الصالح الوحش انا طالع على الغرفه فوق. جاي مسلم عليا بيقول لي برافو بتاع، انت اسمك ايه وبتاع؟ قلت له اسمي مصطفى. قال لي سنك كام سنه؟ قلت له 18 سنه ونص. قال لي لا لا برافو عليك، خلي بالك خلي بالك من نفسك. الماتش الثاني كان مع اهلي بنغازي، ونزلت الشوط الثاني كنا مغلوبين 1-0. نزلت جبت جول وعملت جول، عملت ماتش كويس قوي يعني. ده كان مع حضرتك كابتن خطيب وكابتن زيزو في لا كان الكابتن زيزو كان في دوره البحر المتوسط في ازمير في تركيا. كان لعيب تقيل.